جدير بالذكر بالمناسبة إنه المواطن اللي بيتكلم اللي هو يوسف ده، كنت في العراق مع مجموعة من زملائي الأفاضل في العراق، لسه كنا في شهر 12 اللي فات ده. لازم تشوف العراق مواطنين، والعراق البرلمان، العراق الحكومة، العراق الصحفيين والكتاب بيبصوا إزاي على التجربة المصرية. بيبصوا عليها مش بس بمنتهى الإعجاب، بمنتهى الفخر. وتقال لنا كلنا من الجميع احنا عايزين نستلهم هذه التجربة، احنا عاوزين نمشي على نفس الطريق. خلوني هنا اخد معايا على التليفون الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. اهلا 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 يا دكتور. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحة المحترم؟ الله يخليك يا دكتور. وبعدين حضرتك ايه، انت عارف يعني انا احبك قد الدنيا، وانا اعتبر نفسي تلميذ عجوز ليك يعني. ما تقولش كده. لا ربنا يخليك يا دكتور. الله يخليك يا دكتور. أهمية التعاون ما بين مصر وما بين العراق دي مفهومة، لكن أهمية هذه الزيارة في هذا التوقيت أو هذا اللقاء في هذا التوقيت. يعني في رسائل عديدة من الجانب المصري ومن الجانب العراقي بتعكسها زيارة السيد محمد شياع السوداني إلى مصر ولقائه به في قامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء وبعض المسؤولين المصريين. النقطة الأولى، نحن نتحدث عن محاولات مستمرة من جانب القاهرة لعودة العراق إلى محيطه العربي. وهنا أحب أن أؤكد أن هذه الزيارة بتعقد بعد مرور عقدين من الزمن على احتلال العراق وغزو، وإن الدول العربية بقيادة مصر بتصحح خطأ ارتكبته الدول العربية عندما ابتعدت على العراق، فكانت النتيجة المنطقية أن قامت أحد القوى الإقليمية بمحاولة ملء هذا الفراغ. وبالتالي تحاول مصر في هذا السياق إن هي تعيد العراق إلى محيطه العربي. ولذلك أنا بشكر حضرتك في إشارتك لأن سيادة الرئيس كان بيتكلم حوالين العلاقة مع العراق وفق الآلية الثلاثية. أيوه. لأن إحنا لفترة طويلة من الزمن كنا نتمني بنركز في محاولاتنا لتعزيز العلاقات العربية اللي إحنا نعملها بشكل كلي، يعني لإما نندمج كلنا لإما التجربة مش هتنفع. صح. أعتقد إن هذه التجربة تعثرت على مدى عقود. بدأ الإدراك المصري يسير في الاتجاه الواقعي منذ عدة سنوات، وبنركز على المزايا النسبية اللي بتجمع عدة دول مع بعضها، يعني مصر، العراق، الأردن، وخاصة إن كان لدينا تجربة يعني منذ عدة سنوات أو عدة عقود، لكن بنحاول تملي مش استنساخ التجربة بقى يا أستاذ يوسف، تجديد التجربة على أسس مختلفة. يعني طبقا للخصوصية العراقية مثلا. النقطة الثانية اللي بتجعل على هذه الزيارة في هذا التوقيت مهم، وهي الرغبة العراقية للتعامل بشكل دقيق مع الخصوصية المصرية في مرحلة إعادة البناء. يعني احنا دلوقتي بنتكلم على دولة زي العراق بتتكلم حوالين إعادة البناء على أسس جديدة. وما نيجي نشوف الخبرة المصرية في عدة ركائز يا أستاذ يوسف. أيوه. فيما يتعلق مكافحة الفساد، مواجهة الإرهاب العابر للحدود، تعزيز الخدمات المقدمة للمواطن، تعزيز الشفافية وكسب الثقة ما بين القيادة السياسية وما بين المجتمع، تعزيز مؤسسات الدولة الوطنية المختلفة، سواء كانت المؤسسات الصلبة اللي هي المؤسسات الأمنية طبعا، المؤسسة العسكرية، المؤسسة الاستخباراتية، أو المؤسسات الناعمة اللي هي مرتبطة بالوزارات الخدمية المختلفة. ده الكتالوج اللي مصر مشيت عليه، وخاصة وإن مصر لديها تجربة مهمة جدا في مرحلة مش إعادة بناء ذاتها فقط، وإنما إعادة بناء الدول المنهارة وخاصة دول الجوار اللي بتعمله مصر مع ليبيا واستضافة للمحادثات المختلفة،
ومحاولات دعم المؤسسات الأمنية والجيش الليبي. قيس بقى على حاجات مختلفة مرتبطة بال يعني اللي بيعزز برضك علاقات مصر والعراق، البعد الاقتصادي اللي هيخلي دور مصر من خلال القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المرتبط بشركات البناء والتعمير والإنشاءات والمقاولات، لأن العراق في بعض المناطق اللي كان مسيطر عليها التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة زي داعش على مدى 3 سنوات بتحول مصر عبر سواعد أبنائها إن هي تقوم بإعادة بناء العراق، إنه طول الوقت مصر ورؤيتها للعراق واحدة من القوة العربية الرئيسية اللي كانت داعمة للنظام العربي، لكن لأسباب مختلفة قالت ما كان فيه. طيب هنا دكتور مهم عندي ان انا افهم منك مدى واقعية الحراك السياسي المصري او التحرك السياسي المصري تحديدا في اطار تباينات احيانا في وجهات نظر المجموعة العربية لو صح الكلام، والتباينات طبيعية يعني اي بلد في الدنيا، الاتحاد الاوروبي عنده تباينات ما بين حكوماته وما بين دوله، فمرونة او لا هي الاثنين، المرونة وواقعية التحرك السياسي المصري. هقول لك على حاجة، يعني أنا اشتغلت على خطب السيد رئيس الجمهورية يعني منذ وصوله للحكم في يونيو 2014. شوف مصر عندها قدرة للتعايش مع الاختلافات بل والتعايش مع المصالح الناقصة مع كل الدول العربية بما فيها الدول الشقيقة. يعني لا تتخيل يا أستاذ يوسف أن أنت بتصل للتطابق ده مش هتلاقيه موجود، مش ما بين مصر ودول عربية، استحالة، مش هتلاقيه ما بين أي دولة ما بينها وما بين بعضها. ما بحالك بقى دول لديها تصورات ورؤى مختلفة من جانب قياداتها السياسية وقضايا إقليمية وتطورات دولية تتسم بسيولة شديدة وحالة تحرقات بتحصل بشكل مش هقول بشكل يومي بشكل لحظي، وبالتالي اولا هناك ادراك من جانب القياده السياسيه اولا بان الاختلاف هو سنه السياسه طبعا، يعني الشيء الثابت للسياسه هو التغير مش الثبات، والاختلاف مش التوافق، ويظل المحدد الاساسي ازاي اللي انا بدير خلافي. يعني مثلا بيحصل طوال الوقت خلافات ما بين مصر والسعودية، ما بين السعودية والإمارات، كان ما بيننا وما بين قطر، ما بيننا وما بين تركيا، ما بين السعودية وما بين إيران، ما بين أمريكا وما بين إسرائيل، كل الدول في ما بين الخلافات دي كلها اختلافات وجهات نظر طبعا، لأن القضايا قضايا كتيرة، وبعدين أنت ممكن بتتوافق مع طرف في قضية دلوقتي لكن بعد كده هو بتبقى موجودة اختلاف أو العكس. المهم في هذا السياق يا أستاذ يوسف اللي أنت عندك يعني في محدد حاكم ليك، المحدد الاولاني بالنسبه لمصر المصلحه الوطنيه المصري حلو، اللي هي في قضايا ما تقدرش تمس فيها الامن القومي، ان في مصالح انت بتحاول تحافظ عليها طول الوقت. يعني لما تيجي تشوف زيارات السيد رئيس الجمهوريه في الخارج ايا كان المنطقه اللي هو بيزورها والاقليم اللي بيتحرك ليه، اسيا، افريقيا، اوروبا، امريكا، تلاقي ان في اجتماع مع ممثلي جمعيات رجال الأعمال، مع شركات متعددة الجنسيات، مع كبرى ممثلي القطاع الخاص، لأنك أنت عايز توظف السياسة لتعزيز المصالح الاقتصادية. وفي الزيارة اللي احنا بنشوفها للسيد محمد شاه السوداني جزء منها زي اللي أنت تغرق فيها لمكاسب يعني مصرية في نفس الوقت منافع اقتصادية عراقية. أنا كنت في زيارة للعراق منذ عدة سنوات وكان هناك طلب بشكل محدد على الدور المصري، لأنه فيه هناك لأن الكتالوج الحاكم للسياسة المصرية اللي هو قايم حوالين تعزيز بنى الدولة الوطنية، مكافحة الإرهاب، التصدي للكيانات ما دون الدولة اللي هي بتحاول تقدم نفسها كمشروع موازي، مكافحة القضايا الفساد وإهدار المال العام، بص بقى الأهم يا أستاذ يوسف اللي هي مواجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية. عمر مصر ما تدخلت في شأن أي دولة عربية
في أي لحظة من اللحظات. صحيح. سواء في لحظات انتعاش الدور المصري أو حتى في لحظات ضعف الدولة اللي هي ممكن أنها تدخل فيها. طول الوقت مصر بتتكلم كده. شوف إحنا كنا بنتكلم كده على سوريا، بنتكلم كده على ليبيا، بنتكلم كده عن اليمن، بنتكلم كده عن العراق عمرنا. ولذلك كانت مصر طوال الوقت بتتكلم على هذا السلوك واللي كان موضع توتر في علاقاتنا بالقوى الإقليمية غير العربية. بالتالي مصر لديها علاقات متوازنة مع كل الدول. كان أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة. حتى علاقتنا متوازنة مع الحلفاء ومع الخصوم. طول الوقت عندك توازن. لأي مدى العقلانية لدى قيادة. طبعا لأنه طول الوقت عندك توازن في قياس العلاقة. ده واحد. اتنين، في عندك واقعية في التعامل مع الأوضاع الراهنة. تلاتة، زي ما ذكرت، هي فكرة الثبات على مجموعة من المبادئ المصرية دي لا نحيد عنها على الإطلاق. وهنا ده ادالنا مصداقية في تحركاتنا داخل دوائرنا الحيوية ومرونة أكتر حتى لفتح دوائر حيوية جديدة. أنا بشكرك جدا جدا دكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بمركز الأهرام للدراسات السياسية.